الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمقصورين بالإطلاق وللعمي بالبصر. اذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. الروح القدس، لاهوته وطبيعته وأعماله. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. الحقيقة الموضوع اللي هتكلم فيه النهاردة من موضوعات الروح القدس هو موضوع فيه تساؤلات كثيرة، و ما اقدرش اوعدكم ان انا هعرف اجاوب على التساؤلات. ربما تفضل التساؤلات برضو موجودة، ولكن نحاول حسب نعمة ربنا بقدر الامكان ان احنا نحس بالموضوع اكتر من اننا نفهمه، نحس به اكتر من اننا نفهمه. ليه بقى؟ لان الموضوع اللي هكلمكم عنه النهاردة بيخص صميم طبيعة الله، صميم طبيعة الله، وطبيعة الله بأمرها فوق الإدراك وفوق الفهم وفوق المعقول. نقدر نحس بربنا لكن ما نقدرش نحصره في فكرة معين. كلامنا الليلة دي تحت عنوان نار الروح القدس، نار الروح القدس، أو نديل عنوان تاني الروح القدس الناري. الناري ليه بقول أنه يخص طبيعة الله؟ لأن الكتاب بيقول عن الله أنه نار آكلة، إلهنا نار آكلة في عبرانيين 12 عدد 28 يقول: لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى، لأن إلهنا نار آكلة. إلهنا نار آكلة يعني إيه؟ إلهنا نار آكلة يعني إلهنا نار، ده اللي بيقوله الكتاب. عشان كده بقول لكم الموضوع فيه تساؤلات، ولكن نحاول ان احنا بنعمة الروح القدس نحس بيه شوية. في اشعياء 33:14 يقول: ارتعب في صهيون الخطاة، اخذت الرعدة المنافقين. وبعدين يقول كده: من منا يسكن في نار آكلة؟ من منا يسكن في نار آكلة؟ حد منكم يقدر يسكن في نار آكلة؟ ولكن يرجع يقول إيه: من منا يسكن في وقائد أبدية؟ من منا يسكن في وقائد؟ وقائد يعني الوقيد، وقيد يعني جامع الوقود، يعني هو ده ربنا، هو ده ربنا. شكرا. ما بنتكلم عن الروح القدس، احنا بنتكلم عن روح الله الناري. يمكن كتير بنتكلم عنه عن الروح الوديع او الروح الهادي او انه الحمامة، ولكن النهاردة بنعرف جانب اخر من جوانب طبيعة الروح القدس. في الواقع هي جوانب طبيعة الله، انه ناري. من منا يسكن في نار آكلة؟ من منا يسكن في وقائد أبدية؟ عشان كده في مزمور 104:32 يقول عن الله: الناظر الى الارض فترتعد، يمس الجبال فتدخن،
يعني ربنا بس يمس الجبل كده جبل يولع نار، ولع نار ليه؟ ايه اللي يخلي الجبل يولع نار لما ربنا يمسه؟ لان طبيعة الله ناري، روحه ناري، فلو مس الجبل هيدخن. في الكتاب المقدس نلاقي في مواقف كتيرة بتحكي عن حضور الله وعن ظهوراته، والعجب ان احنا نلاقي في ظهورات الله والاستعلانات عن حضوره نلاقيها معاها النار، مصاحبة بالنار. يعني كل ظهوراته دي اللي اتحكت في الكتاب المقدس في كثير من المواضع نلاقي فيها النار. يمكن لو انت استرجعت ذاكرتك في الكتاب المقدس من اول سفر التكوين، لما ربنا حب يعبر عن قوته وسلطانه انه يحفظ شجرة الحياة بعد السقوط. طبعا هو هيحفظ شجرة الحياة بعد السقوط ازاي؟ طبعا بقوة الروح القدوس. فعشان يحفظ الطريق لشجرة الحياة بعد سقوط آدم يقول في تكوين 3:24: وأقام شرقي جنة عدن الكاروبيم ولهيب سيف متقلب. يعني حط الكاروبيم وحط لهيب سيف متقلب. كلمة متقلب دي يعني سيف بيلف في كل الاتجاهات، سيف في كل الاتجاهات. انا ما اعرفش هو كان الكروبيم ماسك السيف اللي فيه النار متقلب ده وعمال يمنع اي حد يقترب من شجرة الحياة، ولا الكروبيم والسيف كله كان شعلة نار. انا مش عارف الوضع كان ايه بالظبط، عشان كده قلت لكم في الاول موضوع فيه تساؤلات، ولكن المعروف انه كانت النار موجودة. كان في نار، نار تمنع الناس ان هي تقرب من شجرة الحياة. لما ربنا حب يعمل عهد مع ابراهيم في تكوين 15، وكان ربنا بيبارك ابراهيم بيقول له: لا تخف يا ابراهيم، انا ترسل لك اجرك كثير جدا. وبعدين ابراهيم قال له: انت ماذا تعطيني وانا عقيم؟ فربنا حب ان هو يدخل في عهد مع ابراهيم. حتى هذا العهد برضو دخل في موضوع النار، عشان يفهم ابراهيم ونفهم البشرية، تفهم البشرية كلها ان العهد مع الله هو من خلال نار الروح القدس. ازاي؟ راح ربنا قال ابراهيم في تكوين 15:9، قال له: هات عجلة سنها 3 سنين، وهات عنزة 3 سنين، وكبش 3 سنين. هي في العربي مكتوبة: خذ لي عجلة ثلاثية. ثلاثية يعني عمرها 3 سنين. عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثية ويمامة وحمامة. لما كل الحاجات دي وقال له: شوف ابراهيم، انت تروح شائق كل حاجة من دول، يعني جيب العجلة تشقها نصين، وجيب العنزة تشقها نصين، وجيب الكبش وتشقه نصين، والحمامة نصين، واليمامة نصين، وحطهم كده جنب بعض. طب هنعمل ايه؟ اليمامة والحمامة قال له: لا، ما تشقهمش. اليمامة والحمامة سوا من غير شقة. قال له: طب هنعمل ايه؟ قال له: انا وانت، الكلام ده في الرؤية طبعا، قال له: انا وانت هنعدي في الحاجات المشقوقة دي، انا وانت هنعدي في الحاجات المشقوقة دي. الحاجات المشقوقة دي ما فيها الدم واضح، يعني لما تجيب عجلة وتشقها نصين تيجي كده
ما اعرفش هتقسمها بالطول ولا هتشقها بالنص، رجلين اتنين واتنين هنا، اكيد الدم في كل حته، فالدم هنا والدم هنا. قالوا احنا هندخل في عهد دم مع بعض. وبعدين بيقول جات الجوارح على الجثث بتاعت الحاجات دي، وابرام عمال يمشي الجوارح اللي نازله تاكل الذبايح دي. وبعد كده ربنا اتكلم مع ابرام لغايه ما الشمس غابت وابتدت الدنيا تعتم، وفوجئ ابرام بمنظر عجيب جدا. بيقول لك واذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. يا أتاري ربنا عشان يعلن عن حضوره وإنه دخل العهد مع أبراهام بيعدي من جوه القطع بتاعة الحيوانات المشروعة دي، جاب عمود دخان ومصباح نار وماشي في وسط القطع دي. وبيقول في تكوين 15-18 في ذلك اليوم قطع الرب مع ابراهام ميثاقا قائلا لنسلك اعطي هذه الارض من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفرات. اداري العهد اللي قطع ربنا مع ابراهام كان عهد بحضور الله شخصيا، وأعلن عن حضوره وقطع هذا العهد بنار الروح القدس. نار الروح القدس. ويمكن ده يخليكوا تقعدوا تفكروا في ذبائح العهد القديم كلها، المحرقات اللي بتتحرق بالنار، تقول الله دي ليها علاقة دي ولا ايه؟ وأكتر من كده تفكرك طبعا فوق الكل وتتميم الكل ذبيحة المسيح اللي هو قدم ذاته على الصليب. بيقول وبروح أزلي، بروح أزلي قدم ذاته. يعني ايه بروح أزلي؟ يعني بهذا الروح الناري المسيح أسس لينا العهد الجديد بالدم الإلهي على الصليب المقدس. أرجع لظهورات واستعلانات الله في العهد القديم اللي فيها نار. فقلت أول حاجة لقيناها في التكوين في الكروب أو كروبيم والسيف لهيب النار المتقلب، وبعدين لقيناها في العهد مع إبراهام، وبعدين نلاقي ظهور الله لموسى في العليقة برضو كان في وسط لهيب نار. يقول وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تحترق. ده خروج 3:2. فعدد 3 فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العجيب، لماذا لا تحترق العليقة؟ فواضح هنا انه استعلان الله وظهور الله لموسى في العليقة مرتبط ايضا بالنار. طبعا موضوع العليقة في شرحات كتيرة بس مش وقته دلوقتي اتكلم فيها، ولكن انا بوصل نقطة معينة ان ظهور الله مرتبط ايضا بعمل الروح الناري، عمل الروح الناري. ومن موضوع العليقة نفهم النار انها نار عجيبة، نار عجيبة. ليه؟ لانها نار الهية لما دخلت في العليقة ما حرقتش العليقة، فهي نار الهية عجيبة. برضو من استعلانات وظهورات الله والتعبير عن عمله في العهد القديم كان في خروج شعب إسرائيل. في خروج 13 في عدد 21-22 يقول وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق.
وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشي نهارا وليلا. ما تخلوش الكلام يفوت منكم بتاع الكتاب المقدس بدون ما تركزوا في كل كلمة. أنا بيقول وكان الرب، لما تشوف في العبري كان يهوى، كان يهوى إله العبرانيين، كان يهوى يسير أمامهم، الله نفسه يسير أمامهم نهارا. إزاي؟ في عمود سحاب، يعني في عمود سحاب كان فيه الله. طبعا الله لا يحد، ولكن أنا عايز أقول أنه استعلان حضوره واستعلان وجوده في الوقت ده كان في عمود سحاب في النهار. طب بالليل قال وفي عمود، وليلا في عمود نار ليضيء لهم. برضو هنا النار مصاحبة لحضور الله، النار مصاحبة لحضور الله، لكي يمشوا نهارا وليلا. لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب. أنت يمكن دلوقتي عمال بتسأل نفسك أو عايز تسألني أنت عايز توصلنا لإيه يعني، طب وأنا مالي ومال المواضيع دي كلها؟ لا استنى، علشان ربما نكتشف وربما تكتشفي أن النار دي جواك وجوانا ودينا إحنا في حياتنا، عطية ونعمة من الله. نكمل برضو في العهد القديم في ظهورات الله واستعلاناته في العهد القديم في برية سينا. أما تراء كل شعب إسرائيل وحل على الجبل، على جبل سينا، في خروج 19-18 يقول وكان جبل سيناء كله يدخن، جبل سيناء كله يدخن. ما هو زي ما قال المزمور في الأول، قال إيه؟ قال له تمس الجبال في فتدخن، تولع. يا ربنا لو مسني النهاردة، لو مسك النهاردة كلنا هنشعل النهاردة، هنشعل بنار الروح القدس. فكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار، وصعد دخانه كدخان الأتون، وارتجف كل الجبل جدا. خروج 24-17 أما بيتكلم عن نزول الله وحلوله بمجده على جبل سينا عشان يعطي الشريعة لموسى، قال وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بني إسرائيل. كان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بني إسرائيل. من القصص اللطيفة قوي برضو في العهد القديم اللي بتعبر عن حضور الله واستعلان قوته واستعلانه لشخصه بالنار، برضو في أيام إيليا لما الشعب عبدوا البعل وكان إيليا هو اللي بيعبد ربنا، وحب إيليا عرفهم مين هو الإله الحقيقي، البعل ولا هو يهوى. فجابوا حكاية الطورين وحطوهم على الحطب وقال لهم ما تحطوش نار، وقعدوا نادوا بقى بتوع كهنة البعل، ينادوا على البعل بتاعهم ويشوف إذا كان البعل يقدر ينزل نار تاكل الذبيحة يبقى البعل ده إله حقيقي. لو ما كانش جه دور إيليا وقال أنا برضو هدعي باسم الرب، يعني أدعو باسم يهوى في الوقت ده ونشوف الإله اللي ينزل نار، اللي يقدر ينزل نار من السماء وتاكل الذبيحة، وده الإله الحقيقي. فطبعا تعرفين القصة دي،
لكن ممكن ما خدتوش بالكو او لاول مره يمكن تاخدوا بالكو ازاي القصه مرتبطه بالنار، ازاي ان استعلان حضور الله واستعلان ان الله هو الاله الحقيقي، ان يهوه هو الاله الحقيقي، كان عن طريق نار، كان عن طريق نار، لان انا ما اعرفش ان انا اشعر بحضور الله بدون نار الروح القدس، وما اعرفش اؤمن ان هو الاله الحقيقي الا بنار الروح القدس تعمل فيا. ده اللي حصل ايام ايليا. ففي ملوك الاول 18:38 يقول فسقطت نار الرب، ما قالش سقطت نار، قال سقطت، انا باكد الكلام، قال سقطت ايه نار، ايه نار الرب، يعني في العبري فسقطت نار يهوه، سقطت نار الرب، سقطت نار الرب، يعني الرب اعلن عن حضوره واعلن عن حقيقته بالنار بتاعته، والنار بتاعته هو هذا الروح الناري، الروح القدس الناري. فسقطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست المياه التي في القناة، فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله، الرب هو الله، يعني يهوه هو الله، يهوه هو الله. ازاي 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 عرفوا انه مش البعل هو الله؟ ازاي عرفوا؟ ازاي انا اعرف ان آلهة الامم دي اوثان او شياطين او اصنام؟ ازاي اعرف ان مفيش اله حقيقي في الدنيا دي غير الرب هو الله؟ ازاي؟ مش كلمة اعرف، مش اعرف في دماغي، لا اعرف في قلبي. ازاي في وجداني ابقى مقتنع ان الرب هو الله، الرب هو الله، الا بنار الروح القدس، الا بنار الروح القدس. ده حتى الايمان بالمسيح لا يقدر احد ان يقول ان يسوع رب الا بايه؟ الا بايه؟ بالروح القدس. يعني زي في العهد القديم في ايام ايليا ما عرفوش ان الرب هو الله الا لما سقطت نار الروح القدس، برضو في العهد الجديد مش هنعرف نؤمن ان يسوع هو رب الا بنار الروح القدس، بعامل الروح الناري جوه قلوبنا. انت تؤمن ان يسوع هو رب؟ انت تؤمن ان يسوع هو رب؟ صحيح؟ يبقى فيكم نار، نار الروح القدس. عرفتوا؟ بقول لكم في شويه كده، بقول لكم ايه، بقول لكم القصص دي مش بعيده علينا، لان احنا هنكتشف ان احنا فينا شعلة الروح القدس، بس نفسنا بقى الليلة دي يا رب ان هي شعلل، شعلل نفسنا روحك ان هو يشعل كل جوانب حياتنا ويشعل كل تصرفاتنا بنار الروح القدس، تبقى نقية بنار الروح القدس، وتبقى خدمتنا حارة بنار الروح القدس، وتبقى عبادتنا حارة بنور الروح القدس. نفسنا الروح الناري ده يا رب ان هو يشعل كل جوانب حياتنا وكل جوانب خدمتنا وكل جوانب عبادتنا وكل جوانب علاقتنا وكل محبتنا، تبقى محبتنا نارية، نارية كطبيعة الروح الناري. محبتنا لله تبقى محبة نارية مش محبة فاترة، محبتنا لبعض تبقى محبة نارية مش محبة فاترة، خدمتنا في الكنيسة تبقى خدمة نارية مش خدمة تكاسل وخدمة فتور وخدمة ملهاش طعم. فنزلت نار وأكلت الذبيحة في أيام إيليا، وكانت النار نار الرب، نار يهوه، بتعبر عن حضور الله وبتعلن
عن حقيقة أن الرب هو الله، الرب هو الله. قصة تانية في العهد القديم برضو لطيفة قوي، كلنا عرفنا احنا اطفال مدرسة الاحد، ايام اليشع لما جه الجيش واحاط جيش الاعداء واحاط بالمدينة وخيل ومركبات، والخادم بتاع اليشع انزعج وبيقول، راح يقول لسيده جهزي، بيقول لسيده، بيقول لسيده هنعمل ايه؟ فراح اليشع صلى وقال لربنا يا رب افتح عينيه فيبصر. ففتح الرب عيني الغلام فابصر، واذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول اليشع. دي في ملوك الثاني 6:15-17. حاجتين عايز اقولهم. الحاجة الاولانية ان النار كانت حواليهم، المركبات النارية والخيل كانت موجودة، بس كانت المشكلة في مين؟ انه مش شايفها. في مين؟ في تلميذ اليشع، انه مش شايفها. كان تلميذ اليشع محتاج نعمة خاصة تفتح عينيه علشان يشوف النار الإلهية دي، مش كده؟ فصلى إليشع قال له افتح عينيه عشان يشوف. ما هو الروح القدس ما هو في الكنيسة، بس مين ليه العينين المفتوحة؟ اللي يشوف نار الروح القدس. حضور الله في وسطينا، عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن، لكن مين ليه العينين المفتوحة اللي يشوف؟ فكان خادم إليشع محتاج نعمة بالروح القدس عشان يقدر يبصر عمل الروح القدس الناري. فدي الحاجة الأولانية، أقول لك في الحتة دي حاجتين. الحاجة الثانية، طب إيه المركبات والخيل ده؟ هل هو ده كان الروح القدس ولا حاجة عملها الروح القدس؟ واللي هو خليقة خلقها الروح القدس. طبعا أقرب للذهن أن احنا نقول الروح القدس أو الله بقوة الروح القدس خلق هذه الخليقة النارية اللي هي من طبيعته النارية، برضو من طبيعته النارية خلق هذه القوات النارية. الذي جعل خدامه، الذي جعل ملائكة ورياحا وخدامه إيه؟ نار، لهيب نار. خدامه برضو بقوا نار، أو من طبيعتهم، هم طالعين من طبيعتهم، هو اللي عملهم بس عملهم من طبيعته نار آكلهم. الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار. دي مذكورة عن المزامير وذكرها بولس الرسول في عبرانيين 1:7. ربما أيضا من القصص اللطيفة عن استعلانات الله بالنار قصة صعود إيليا للسماء. ربنا كان عايز ينقل إيليا للسماء، طب هينقله إزاي؟ قال هنقله بقوة روح القدوس. ما أي حاجة بيعملها الله بيعملها بالروح بتاعه، هنقلها بقوة روح القدوس. طب تنقله ازاي بقوة روح القدوس؟ قال بسيطة قوي، هعمل إعلان عجيب إن أنا أعمل مركبة نارية. ويقول وإذا مركبة من نار وخيل من نار فصلت بين إليا وإليشع فصعد إليا في العاصفة إلى السماء. مركبة نارية وخيل من نار، بنفس طبيعة الله النارية الله هيأ لإيليا هذه المركبة النارية وهذا الخيل الناري لصعوده للسماء. حتى خدامه المحيطين به
بقى ليهم هذه الطبيعة النارية المتوهجة. ما هو مش ممكن أبدا هتجيب حتة حديد جنب النار ومش هتلاقي الحديد يسخن ويبقى ناري، مش ممكن، لازم هياخد. أدام أنت هتحطه جنب أصل النار أو مصدر النار، هتبص تلاقي هات أنت كده حتة حديد، ولا هات أي حاجة حطها على شعلة البوتاجاز، هتلاقيها احمرت بقت نارية. هكذا خدام الله القريبين منه صاروا متوقدين نارا، يعني السرافيم متوقدين نارا. في إشعياء 6 عدد 6 يقولك ان السرافيم اخذ جمرة بملقط من على المذبح. ده شغله كله نار في نار، يعني السرافيم يمسك جمرة نارية من المذبح، جمرة نارية من المذبح. هنا استعلان عن قوة التقديس الإلهي اللي بيقدمه لنا الله بالروح القدس، وفي العهد الجديد طبعا ادهولنا في جسد ودم ربنا يسوع المسيح، واحنا بناخده بطريقة بسيطة ومش واخدين بالنا. احنا اللي بنتناوله ده تحت هيئة الخبز والخمر، اتاري ده جسد المسيح والدم الناري المتحد بالروح القدس الناري اللي احنا بناخده عشان يطهر الشفتين بتوعنا، مش الشفتين بس، يعني يطهر الكيان، يطهر، تقدس الانسان. واخر قصة اختم بيها مجموعة القصص قبل ما ادخل في التطبيق في حياتنا، انا طبعا ذكرت بعض التطبيقات في السكة، يعني انه لما حل الروح القدس يوم 50 على الرسل، حل ايضا مثل ألسنة نار، مثل ألسنة نار. ففي اعمال 2:1-4 يقول وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار. ليه بيقول كأنها من نار؟ مش هي كانت نار؟ حد يقول لك ليه بيقول كأنها من نار؟ ليه حد كده يعني ربنا عطيله استنارة يقول لي ليه كأنها من نار؟ أصل برضه حتى لما تروح في سفر الرؤيا تبص تلاقي يقول لك ايه، شبه البلور، شبه، واخدين بالكم، كل حاجة يقول لك شبه شبه شبه. فهنا بيقول كأنها من نار، يعني عايز يقول هي نار، ها؟ على هيئة نار، هي نار بس نار فائقة التصور. شكلها كده تقول دي نار، بس الحقيقة هي نار، حاجة ما اقدرش ان انا يعني افهم كنهها بالظبط، او ان انا احصر تعبير عنها في كلمة. نار الرب، نار إلهية. فبيقول نزلت عليهم ألسنة منقسمة كأنها من نار. طبعا مش نار عادية، لأن لو تخيل احنا كده التلاميذ وكل واحد نزل علينا ألسن من نار فوق راسنا، كان هيعمل لنا ايه؟ لو نار عادية، ها؟ لو صاعقة بعد الشر كده جت من السماء وترتشت كده، هتحرق. لكن دي نار إلهية مقدسة، حاملة قوة الله وحاملة إمكانيات فائقة للطبيعة البشرية. نار عجيبة بتعطي إمكانيات عجيبة وقدرات عجيبة ما كانتش في الناس خالص. ناس بسطة، التلاميذ دول كان ناس بسطة، ولكن نزلت عليهم الألسنة النارية دي واستقرت عليها كل واحد منهم، وامتلأ كل واحد من الروح القدس، وابتدوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. أتاري النار الإلهية، نار الروح القدس دي، هذه النار العجيبة اللي احنا بنطلبها الليلة دي لحياتنا ولكنيستنا، هذه النار العجيبة تعطي قدرات فائقة، قدرات إلهية للإنسان. ابتدوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. ناس ما يعرفوش لغات ابتدوا يتكلموا بلغات عجيبة، وغير كده حاجات كتيرة. طبعا كل السرد اللي أنا سردته ليكوا ده
عشان أقربكوا أو خليكوا تحسوا بطبيعة عمل الروح القدس الناري. طبيعة عمل الروح القدس الناري، عشان كده بيتكلم الكتاب المقدس عن معمودية العهد الجديد، إنها معمودية الروح الناري. يوحنا المعمدان قال عن السيد المسيح في متى 3:11، قال هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. بالروح القدس ونار، كلمة و في اليوناني اللي هي كاي. كاي مش دايما حرف عطف في اليوناني، كاي في اليوناني ممكن تعني الذي هو. فهو سيعمدكم بالروح القدس الذي هو نار، هيعمدكم بالروح القدس الناري، هيعمدكم بنار الروح القدس. يا ده انا بشوف في المعمودية مية لطيفة بننزل فيها الطفل. اتالي المعمودية، معمودية المسيح مش مجرد مية، دي مية وروح. معمودية ماء وروح، معمودية ماء ونار، معمودية ماء وروح، وروح ناري. بنصبغ بنار الروح القدس، بنمتلي بنار الروح القدس، بعمل الروح القدس فينا في المعمودية والميرون المقدس. فمعمودية الرب يسوع المسيح قيل عنها أنها معمودية الروح الناري. في إشعياء 4 كان بيتنبأ عن عمل الروح القدس في العهد الجديد، وبيقول ان ربنا هيغسل قذر بنات صهيون، او يعني هيغسل قذر ونجاسات الكنيسة يعني، وينقي دمها بروح القضاء وروح الاحراق. روح القضاء يعني روح العدل والحق اللي هو الروح القدس، روح الحق وروح العدل. وروح الاحراق يعني روح النار المحرقة، يعني بالنار الروح القدس اللي هينقي دم الكنيسة، اللي هينقي دم الكنيسة. والسيد المسيح لما كان بيكلم تلاميذه قبل صعوده قال لهم ان يوحنا عمد بالماء، اما انتم فستتعمدون بايه؟ بالروح القدس، ليس بعد هذه الايام بكثيرة. فمعمودية الروح القدس هي دي معمودية العهد الجديد، وهي معمودية الروح الناري. اظن انت دلوقتي كل واحد حس نفسه دخل في الموضوع، بقى جزء من الموضوع. حسيت انك جزء في الموضوع ولا لا؟ انت حسيت انك جزء في الموضوع ولا لا؟ انت اتعمدتوا فيه، اتعمدتوا بيه واتعمدتوا فيه، ودخل فيكم وسكن فيكم بعمل المقدس. هذا الروح الناري، هذا الروح الناري اللي كنت عمال احكي لكم عنه، ازاي في الكروبيم في جنة عدن، وازاي على الجبل، وازاي على في ذبيحة ايليا، وازاي في العليقة، وازاي في مركبة ايليا، في مركبة ايليا وقبليها إليشع، والقصص دي كلها، ويوم الخمسين. وكنا متصورين ان القصص دي قصص مذكورة في الكتاب المقدس بس مش بتاعتنا. لا، هي بتاعتنا، لانه هذا الروح الناري بقى من نصيبنا ان احنا نتعمد بيه، نتعمد بيه، وانه يسكن فينا، لانكم انتم هياكل الله. انا كان نفسي لو انا كده احط ايدي على قلبي واحس بحرارة الروح، كان نفسي. لكن نفسي بدل ما احسها كحاجة ملموسة مادية، نفسي احسها من جوه، ان انا اقول يا ربي انا عايزك تشعل روحك القدوس فيا الليلة دي. لا تطفئ الروح، كلمة لا تطفئ الروح دي معناها ايه؟ تحمل معنى. ما اقولك لا تطفئ الروح معناها ايه؟ معناها ان الروح اصلا مشعلل. يا جماعة احنا يوم ما خلنا الروح القدس خلناه مشعلل ناري،
احنا اللي بنطفيه. احنا النهاردة بنقول يا ربي اشعل روحك فينا. قديس سان بنطونس كان يقول لتلاميذه هذا الروح الناري اقبلوه، هذا الروح الناري اقبلوه. كلمة اقبلوه ما هو فيكو ساكن فيكو، يعني اقبلوا عمله، خلوه يشعل، خلوه يشعل فيكو. يشعل ازاي؟ يعطي حرارة روحية. الرب يسوع يقول جئت لألقي نارا على الأرض، فماذا أريد لو اضطربت، لو اضطربت، في لوقا 12:49. يعني بيقول أنا جيت عشان أحط نار الروح القدس في الناس على الأرض، وده اللي أنا أتمنى أنه يحصل، أن الروح ده يبقى مشعل فيكم. ويقول ماذا أريد لو اضطربت. أنا هي بالعربي الحياة، لأن عارفة أراها ولا عارفة أفهمها، وأنت يمكن لا تعرفوا تقروها ولا تفهموها، لكن هي أصلها إيه؟ بيقول لك كم أتمنى أن تكون قد اشتعلت. لو نروح للغة الأصلية أو رحت لترجمات أخرى، يعني بيقول أنا أتمنى أنها تبقى مشعللة. أنا جيت علشان أرمي نار في الأرض، جيت أرمي نار في حياة الناس. نار الحرارة الروحية، حرارة الروح القدس، زي ما قال بولس الرسول غير متكاسلين في الاجتهاد حارين في الروح عابدين الرب، غير متكاسلين في الاجتهاد حارين في الروح. يعني يبقى عندكم حرارة الروح في العبادة في رومية 12:11. قديس أبو معار كان يشوف ماكسيموس ودوماديوس وهما بيصلوا تخرج النار من شفاههم. تخيل من حرارة الروح يشوفوا النار، يشوفها بعينيه من ماكسيموس ودوماديوس، صلاة بتطلع زي عمود نار من بقهم. الأنبا شنودة رئيس المتحدين لما يصلي كانوا في مدرسة، الأحد يقول لنا القصة اللطيفة دي، لقد صوابعه تبقى مولع نار، صوابع مولع نار بطريقة ملموسة واضحة. شوفوا حرارة الروح، حرارة الروح وصلت لغاية فين؟ فين احنا عبادتنا؟ عبادتنا وصلت فين؟ رؤية 3 يقول لنا كلام صعب لملاك كنيسة اللاوديكيين. قال له انا عارف اعمالك أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مسمع أن أتقياك من فمي. العبادة الفترة دي ملهاش طعم، ما يقبلهاش ربنا، ربنا عايز العبادة الحارة. قال له أشير عليك تشتري مني الذهب مصفى بالنار لكي تستغنى. إيه اللي خلى العبادة فترة؟ إيه اللي خلاها فترة؟ تعرفوا أكتر حاجة تطفي الروح القدس إيه؟ إن الواحد قال أنا كويس كده والحمد لله، فيش أحسن مني. لأن هو ملاك الكنيسة بتاع اللاوديكيين ده قالوا لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلا شيء، ولست تعلم أنك شقي وبائس وفقير وعام عريان. سلسلة شتايم اديها له، قال له أنت فقير وشقي وأعمى وعريان، كل ده رب ليه كده؟ قال له أعمله إيه؟ ما هو قال إن أنا غني وقد استغنيت، أنا شكلي حلو في الكنيسة، وأنا خادم في الكنيسة، وأنا رايح جاي الكنيسة، وأنا أحسن من غير اللي بره، وأنا أحسن من الأسيس وأحسن من الأسقف وأحسن من البطرك وأحسن من الدنيا كلها. قال له ده أنت فاتر ومزمع أنا تقياك من فمي. محتاجة مراجعة. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني. ذهب المصفى، خلي بالك، ذهب مصفى بإيه؟ بالنار لكي تستغني. يعني أنت مسكين يا فاتر عايز عمل الروح الناري، الذهب السماوي، الروح الإلهي السماوي، أنت محتاج عمل الروح القدس الناري ده
عشان يشعل عبادتك ويشعل خدمتك. نار الروح القدس بتمتد في حياة الإنسان في جوانب العبادة، وتمتد أيضا في الغيرة الروحية وفي الكرازة النارية. الغيرة على بيت الله، يقول غيرة بيتك أكلتني، مزمور 69:9. ودي اتقالت على السيد المسيح لما أظهر غيرة على بيت الله وطهر الهيكل من باعة الحمام واللي بيبيعوا يشتروا. غيرة بيتك أكلتني، كلمة أكلتني دي يعني ايه؟ حد فكر فيها؟ غيرة بيتك أكلتني يعني ايه؟ غيرة أكلتني هي الغيرة ليها بقها هتاكل. احنا بنحفظ الكلام ما بنفكرش فيه يا جماعة. غيرة بيتك أكلتني يعني غيرة بيتك سرق نار جوه قلبي، وهذه النار بقت بتاكل جوايا، فانا عمال اتاكل بنار الغيرة الإلهية على بيت الله، لأن الروح الناري اللي جوايا وضع في قلبي غيرة على بيت الله. غيرة بيتك أكلتني. أنت عندكم النار دي شغالة ولا النار طافية؟ راجع غيرتك على البيت. لما السيد المسيح دخل وقال له ارفعوا هذه منها هنا، لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة، بيقول لك تذكر تلاميذه أنه مكتوب غيرة بيتك أكلتني. دي في يوحنا 2:17. افتكروا الآية بتاعت المزمور بتاع مزمور 69:9، غيرة بيتك أكلتني. شافوا السيد المسيح فيه نار أكلة، نار هي غيرة على بيت الله. نفس الغيرة دي كانت في داود تجاه شعب الله لما لقى جولياط. بص لا داود جواه في نار عمالة تاكل جواه، العيل الصغير في نار جوه. أتاري داود حتى فيه الروح النار لأنه اتمسح بالزيت، في نور في نار بتاكل من جوه. قال من هو هذا الفلسطيني الأغلف حتى يعير شعب الله الحي؟ وعمل داود اللي عمله بقوة رب الجنود وقتل جلياط. فين الغيرة دي على النفوس؟ فين الغيرة دي على شعب الله؟ بولس الرسول بيقول من يضعف وانا لا اضعف، ومن يعثر وانا، حد حافظ بقى الايه؟ ومن يعثر وانا لا التهب. التهب يعني ايه؟ نار، نار تاكل جوايا. اما الاقي واحد ماشي غلط او واحد يعثر يبقى في نار جوايا بتاكل، نار جوايا بتاكل على خلاص النفوس، نار جوايا بتاكل لما الاقي ناس مش مرتبطة بكلمة الله ومش عايشة ومش عايشة حسب الانجيل. ده اللي اختبره بولس الرسول. نار إلهية بتعمل في قلوب الكارزين كغيرة، وتعمل أيضا في الكلمة. ربنا لما بيكلم أرميا في أرميا 5:14 قال له ها أنا ذا جاعل كلامي في فمك نارا وهذا الشعب حطبا فتأكلهم. ها أنا ذا جاعل كلامي في فمك نارا، يعني هخلي كلمة في فمك يا أرميا تبقى نار، والنار دي تاكل الشعب زي الحطب. يعني ايه تاكل الشعب زي الحطب؟ مش تفني الشعب، يعني تقدس الشعب وتغير الشعب وتاكل في قلوب الشعب ويبقى ليها تأثير قوي فعال. قال له انا زجعل كلامي في فمك نارا، هخلي الكلام، هخلي كلمة ربنا في فمك يا أرميا تبقى زي النار. بيقول يا رب ادينا هذه الكلمات النارية، هذه القوة النارية في الكرازة. يقول أرميا أليست هكذا كلمتي كنار يقول الرب؟ إزاي تبقى كلمات الكارز كلمات نارية؟ لأن لستم أنتم المتكلمين بل إيه؟ روح أبيكم. لو كان الروح القدس
هو اللي بيتكلم. كان تبقى كل كلمات نارية. أعطينا يا رب هذه النعمة، نعمة نار الروح القدس، روح الناري، عشان يشعل حياتنا ويقدسها ويطهرها ويحرق كل الضعفات وكل النجاسات. وأعطينا رب هذه النار الإلهية علشان تقيمنا من فطور العبادة، تشعل حرارة العبادة. وأعطينا هذه النار الإلهية عشان تعطينا غيرة على بيتك. وأعطينا هذه النار الإلهية لتجعل فينا نار آكلة تجاه النفوس وخلاص النفوس. وأعطينا هذه النار الإلهية علشان تجعل كل كلمة بنقولها، كل وعظة وكل كلمة. عشان كده بولس الرسول كان يقول صلوا لكي يعطينا الرب كلمة عند افتتاح الفم. أنا بطلب منكم كده برضو، صلوا، صلوا لأبونا، صلوا لكل خادم، صلوا كل واحد يكلمكم كلمة ربنا. قولوا يا ربي لما يتكلم خلي روحك يتكلم، بلاش هو يتكلم، بلاش أفكاره تتكلم، بلاش حكمته تتكلم. عايزين نسمع روحك يا رب، عايزين نبقى كلمات، كلمات نارية، كلمات الروح الناري. يتمجد اسم الله له كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.